سائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم لبس الأقمشة التي عليها رسومات تدل على الأنغام والموسيقى؟ هل يجوز لبسها والصلاة فيها؟ كل لباس عليه إشارة لما هو حرام فلبسه حرام. اللباس اللي فيه الصور حرام، اللي فيه صورة المعازف وآلة الله حرام، اللي فيه الدعوة للدعارة حرام، لأن يوجد كما نسمع يوجد فنايل مكتوب عليها عبارات سيئة للغاية، هذه أيضا حرام لا يجوز لبسها. التي عليها صور آدميين لا سيما إن كان صور كفار أو أصحاب نجوم فإنه يزداد تحريمه. لو أننا نحن الشعب تواصينا بمقاطعة هذا ما بقي لها رواج بيننا، لكن مع الأسف أن بعضنا يتبع بعضا دون أن يتأمل ودون أن يفكر.